طق عليه بقوة، يمكن نايم، يمكن نايم. أقوى أقوى مرة نطلع، لازم فكنا، لازم زي كذا قولوا نفتح، لازم نتعلم كل مرة كذا، كل مرة كذا، كل مرة نجي العامل موجود، يعني كل مرة نعقل على الباب، حصلنا الباب. الله 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 الله، كل هالباص الوسخ طلع من الباص، ما في الا انا، كل هالوسخ طلع من الباص. هذا الأمانة، هذا الأمانة. شو اللي سويته؟ شو اسوي لكم؟ شو اسوي؟ كل واحد محط كيسه وقاعدين نجمع وسخك، ما منه فايده. ما ذلي ما ينفع يوم الا بكره، قفل الباص ولا تخلي احد يركب. هذا اللي ودي اسويه. لا شيء، لا شيء، ولا سياره. طق ذا الباب، طق ذا الباب، المفروض يعطيك مفتاح. طق هنا، يمكننا داخل قاعد ينظف. طق 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 اقوى، طق اقوى، يمكننا نايم ما يسمعك. وانت طق منا يشتغل وين؟ اوبن اوبن بدير مدير. بس فتح 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 مفتاح هذا، انا ابغى مفتاح هذا، انا قفل باب. اوبن اوبن فيلا اوبن. معليش انت تاخر، انا حقي في زبون ثاني موجود داخل استراحه. خلاص شنو؟ ايوه انت حق اغراض في موجود هناك، الشنطه واغراض كله موجود هناك. الله يحفظ الاغراض. ثاني شو الاغراض دي ترى وجرها؟ شيف 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 تلقى إلا، تلقى إلا. ما أدري دقيقة، خلنا نفهم من كلام. في نفر كاستمر جديد. إيه في أحد جديد، هو بس أنت حق طلب وقت خلاص، وأنا حق في زبون تاني هو خوش مال هنا موجود داخل استراحة. شلون تتصرف؟ كيفك؟ أيوة كيفك كيفك. والله أنا ما أدري. شوف شوف شوف، اطلع اطلع. الله مشوفه. أنا حط الأغراض لي، بس السالفة أنا نروح. سالفه ما فيه يا جماعة الخير. شو الحل يعني الحين؟ صلى على النبي يا جماعة الخير. يا مدمخ، يوم النمشي ورا معلمته وقلت ابي نرجع. انا يا جماعة الخير بس تمشي، بس ما تدري. انا يا جماعة الخير حسبتها حسبة اقتصادية. ايوه فقلت حبيبي يا عمي ابو علي، السالفه ما فيه يا عمي ابو علي، انا ما بيمشي عليكم اجار. قلت حق رعاية الفل بسوي نفسي ذكي. ذكي طول عمرك ذكي. اجريها وربعنا يقعدون برا والاقران اعطيهم العامل. لا لا، انا ايش كنت انا قلت له حطي عفشنا في غرفه العامل ولا تحسبين علينا ايجار. اذا جاء مؤجر اجريها، اذا ما جاء مؤجر خلاص احنا بنرجع فيها. لكن مع الاسف حظ جاء مؤجر. ايوه واحنا شو نسوي يعني؟ يعني شو الحل يعني؟ قلت لك اللي امسك الرحله ما حد اعطاني وجه ولا حد قال شيء. بالله ما تشوفه لا بدنا نضحك كلنا معاكم. شيل العفش يا جماعه وخلوها نشوف لنا فله ولا نشوف لنا حل. يا جماعه انا اشوف فله. شو كلنا؟ طيب قل لي ترى بتجري الفله، خلينا نطلع. ليه ما تقول لنا من قبل؟ شايفين اغراضنا كلهم يا حد مبلم سنه سويتها يعني بنابس الروح. يا ابو معاذ انا قلت هناك ينحسب علينا ايجار في النماص وايجار في ابها. أيوة. حسبتها حسبه اقتصاديه وما نجحت العذر. شوف انا اذا ما تشجر الفله اليوم نمشي العاش اليوم. اليوم 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 ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اذا هذا اسلوبك ذا لا ينفع ويانا. كل مره دخلنا في معكم جديده لما تدور لنا شو جديدة يا أنا 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 أمسك الرحلة، أنا اللي بشيلكم وبمسككم وبشيلكم. كيفكم؟ قلعتكم قلعتكم ابي شله زيده، ابي زيده اخر نفر شقه مفروشه من عقلك تحت تتكلم فله نروح شقه مفروشه. طلعوني كلك طلعوني يا شباب، حطوا اغراضكم في السياره ونمشي. لا تطوعونا، ترى زي ما في طريق الخير من حدر.
احنا ما تشيلها معنا، احنا بنمشي لحصول المركب معنا. وص صدركم يا جماعه الخير، وص صدركم يا جماعه الخير. طيب يا جماعه نروح ناجر لنا شقه نقعد فيها كم يوم. ما نبي شقه، بجنونين بجنونين، 11 نفر شقه استخبيت. لا لا مبره. طيب خلاص خلاص يا جماعه الخير، تبون نمشي الحسه؟ ايه خلاص. بس قبل لا نمشي الحسه عندي شغله محاوله بس بسيطه بحاول اسويها. اعطوني اعطوني ثواني بس، اعطوني ثواني اعطوني ثواني اعطوني ثواني. كله طلع المؤجرين خل ربعي يدخلوا. لا لا اعطوني ثواني واعلمكم ان انا فنان. نشوف يا فنان. وان انا احل المشاكل. انا ايش؟ احل المشاكل. محمد اعطوني دقايق بس. محمد يلا ابوي وبن فله وبن فله ربعني يبغى انتظره واجد برا. يلا وبن فله. اي قال ابشر. قال ايش قال؟ قال ابشر ولا ما قال؟ قال ابشر ولا ما قال؟ واخر شوي واخر يعني ما مستاجرين. ما واخر شوي اصبر اصبر ترى شوف عمي ابو علي نمد يده الحين اقول له نو اوبن في الله. تبونها اوبن ولا نو اوبن؟ قصدك انه هو عند المفتاح تتفقوا وياه؟ ايه حياكم حياكم يا جماعه الفلون فاتحه ايش تبون بعد؟ لا 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 يا جماعة الخير يا جماعة. لا 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 تعودي. صل على النبي صل على النبي. عمي ابو علي عمي ابو علي عمي ابو علي مزحة خفيفة لطيفة وبفتح الباب الحين ولكم الحق. بس عمي ابو علي تعطوني الأمان ما انجلد. تعطوني جرب افتح ايش بيصير فيك؟ افتح ابي بالي افتح الباب وبعدين حكيك. لا لا عندنا سؤال. اعطوني الامان. لا 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 ابو معاذ ترى ما افتح عمي ابو علي ترى ما شوي يلعب عليكم تقلب. سمعتك عمي ابو علي سمعتك. خير ان شاء الله. يلا يا ابو معاذ بدون بدون جلد. ها بدون جلد. تعال بيك سم سم دقيقة بس بكلم سامي كلمتين. من يكفلك من دول الناس يا عمريضي جيب لي شاي خلاص شيت خدمة. حياكم حياكم تو ما اسفرت وانورت. حياكم حياكم بذلتكم. لا 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 عمي ابو علي لا لا عمي ابو علي لا 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 عمي ابو علي لا 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 عمي ابو علي لا لا حرام عليكم والله حرام حرام عليكم. ابو علي كيف ما انجز منها. لا 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 سمسم لا 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 سمسم لا 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 سمسم لا لا سمسم جيب 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 ج